ارحبوا ارحبوا هذا سكريب، ارحبوا ارحبوا هذا سكريب. الواقع تجمعنا محد ينازعنا بالحرف والمعنى. سكريبت من قدام مية على مية، همة وحيوية إلى النجومية. سكريبت من قدام الله حياكم الله استريح لاحقين على السلام. هلا والله حياكم الله. انا ما احتاج كرسي، لي ما احتاج كرسي، شكرا. انا احب اكون واقف. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اسعد الله مساكم، حياكم الله يا شباب. نرحب بالساده الاخوه والاخوات المشاهدين خلف الشاشه، مرحبا بكم في فقرتنا الاسبوعيه، فقره نمو. تعرفون نمو ولا ما تعرفون؟ حاجة تنمو. تعرفون عن ايش بنتكلم ولا ما تعرفون؟ عن التقديم وكيف تقدم نفسك. اوكي. الاعلام بشكل عام. صحيح، الاعلام بشكل عام. في هذه الفقرة راح نتكلم عن مهارة مهمة جدا لأي شخص يكون خلف الشاشة، لأي شخص يظهر أمام الناس، لأي شخص إعلامي. هي لغة الجسد. سامعين عن لغة الجسد ولا مش سامعين؟ سامعين. فهذه مهارات، كل اسبوع راح نعطيكم تمارين ومهارات. المهارات هذه راح تدخل في تقييمكم في البرايم، فممكن الاخوان البرايم يقولون لك انت اخذت في نمو كذا، انت وقفت خطأ او كان ملامح جسدك خاطئة. فكل اسبوع يعني فقرتنا هذه هي فقرة تدريبية تعلمكم أشياء في حياتكم، أيضا الأخوان والأخوات راح يستفيدون منها في الحياة، ولكن بالنسبة لكم أنتم هي مهمة لأن راح تدخل في البرايم. اليوم لأن الحلقة الأولى، أوكي، فإحنا راح نتكلم بشكل عام عن لغة